كان بعض أولياء الله الصالحين يشبعون إذا ما أكل آخرون، إما من إخوانهم وإما من تلامذتهم، فسألوا أحدهم: هل تجد ذلك في السنة؟ فاستدل بهذا الحديث، قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. يعني هو شرب فشبع أبو بكر حتى رضيت. وله تأويل آخر، وهو أنه حتى رضيت معناها أنه شرب حتى علمت من نفسي أنه قد شبع وروي. فالنص يحتمل هذا ويحتمل هذا. وعندما تتأمل في شراح الحديث تجد أنهم يستخرجون من الحديث الواحد فوائد عدة، كما أنهم يختلفون في فهم المراد، والنص يحتمل كل ذلك. والبلية من بعض المتأخرين أنهم يحصرون النص في معنى قام في أذهانهم دون سواه، على الرغم من أن المعنى الآخر لا تأباه العربية ولا أصول الدين ولا واقع الناس، لكنهم يحملون الناس أطراً على ما في أذهانهم، وكأنهم قد أوحي إليهم، فهذا كبر ليس ببالغيه. وهذا هو الفرق بين العلماء وبين المدعين. العلماء يحترمون الوجه الآخر ما دام مقبولاً مؤسساً على أسس وأصول، والأدعياء يصممون بما معهم ويحملون الناس ويقيسونهم عليه، حتى إنهم يفسقون ويكفرون ويبدعون دون وعي. وهذا هو الذي جعلنا ضد مناهج أولئك المتشددين، وهذا الذي جعلنا نصفهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخوارج، وقال: الخوارج كلاب النار، لأنهم ضيقوا واسعا، لأنهم غيروا دين الله، لأنهم شوهوا الصورة أمام الناس وباسم الدين. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. وقال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم، مع أنهم يظهرون ظاهر الإسلام. والخوارج الذين خرجوا على علي عليه السلام كانوا يسيرون لقتاله، فأحدهم أخذ تمرة فقال أخوه: هل تعلم من أين هي؟ فيحررون أكلهم من تمرة ويذهبون يقتلون زوج بنت رسول الله. خلل كبير. ولذلك العلماء عبر العصور لم يكونوا كذلك، وتركوا هذا المنهج الأعوج وحاربوه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ونبهنا لأصحاب الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال: سيأتي أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلاب النار، وقال: الخوارج كلاب النار. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء الأحلام، حذرنا من المفسدين في الأرض الذين يتكلمون بكلام رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء. حذرنا من أولئك الذين يكذبون على الله ورسوله، حذرنا من أولئك الذين يتكلمون من غير معرفة ولا بيان ويتهمون المؤمنين في دينهم. حذرنا رسول الله من هذا، وقال: سيخرج من طأطأ هذا أقوام يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نعم، إنهم يشوشون على الدين ويشوشون على المؤمنين وعلى جماعة المسلمين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. وقال: أنا بريء ممن خرج على أمتي لا يميز بين فاجر وتقي، أنا بريء منه يوم القيامة. نعم، إن هؤلاء الذين يتحرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بغير علم فيما لا يتقنون بلاء العصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم، نقول: قال الله وقال الرسول، فإذ به يعيش في أوهامه وسمادير سكرانه. حسبنا الله ونعم الوكيل، سيغنينا الله من فضله ورسوله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هيا بنا فلنلاعن لله، وهيا بنا نأتي بأبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم، هيا بنا نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني،
درست العلم والأدب فقه الشرع قواني درست العلم والأدب فقه الشرع قواني علوم الدين والدنيا تعانقني وتهوى أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني لواء الدين أرفعه وأستقوي بإخواني هوان العرب أرقني وبأس الغرب آذاني هوان العرب أرقني وبأس الغرب آذاني وصمت القوم آلمني وجرح العز أدماني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني.